فكس فيها باش تستطع الاوبجيكتيف في حياتك باكمالها. بلاجي وكور تحاولك سهلة مهلا الصهر تركت الول درب الجمالة كتمالة الكاريا الكاريا كتكون دفة فارك خصبر حج اسمك في الحشر كتدور تفريكم عامر والقلب صابر خصكم ديبة اول الحاضر خامر لسك ما تخامر غير كامر تامر غير خليك ناطر مش عيب حيت خطح وغط نوت مش عيبي لا بديجي بالصيرة ماشي عيبي لا رك خاندي بشوية خليهم يطيروا ميوني لو بغينا بهاد المدينة نزيدو رحنا رجعنا نفيدو قيدو حركو الموفو زيدو يد في يد زيدة مهدية لقصبة مدينة ما يتهز بنوصة تريري شاكي صوت أسامة راب والدسكول هدراري كله وسيلو بغينا بهاد المدينة نزيدو رحنا رجعنا نفيدو قيدو حركو الموفو زيدو السلام عليكم ديري الاسرار بخير هانيا نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. درنا لكم هذا الفيديو كان سبيسيال صراحه صديق ديالي بكناسي كيدير ترونسبور هضرنا انا وياه قلنا علاش ما نتلاقاوش ونديروا شي بلوغ ونهضروا شي شويه ونعطيو نصائح الشباب ومام طون ونقول لهم بان الانسان ما خصوش يئس ويزيد يعطيه ويزيد لقدام وهذا هو سر النجاح يعني الانسان خصو المثابره والعزيمه. يلا نخليكم مع البناتي الصديق ديالي هو يعرفكم بالاسم ديالو. الله يكبر فيك خويا الياس معكم خوكم عامر راه هذا حالنا وهرسوا لينا بهبالنا راكم كاع حبابنا واللي في قلبنا على لساننا واللي جا حبابنا يساونا يا خويا الياس يا حبيبي البيبي عنقود الزبيب لا شحال شحال الطير اسمع خوتي ما نقدروش نقولوا نعمه فانما هي بلاء من عند الله كتعرف اللي مثل كيدو اللي عطاك بالضروري داز الراس راه مزيان واحد ضروري تيطيح في الغلط وضروري فهمتي تيطيح في واحد التجربه لحقاش واخا تيعاود لك بنادم تيخصك ضروري تجرب هذيك الحاجه ان شاء الله دير لك العقل والله كتحس بحلاوتها فايت شي تجربه شويه قاصحه اللي خلات تستفاد منها اخويا الياس فهمتيني يعني الحمد لله كونا راسنا براسنا الحمد لله حتى شي اللي تمد لينا خدمنا في بني خدمنا في فارم بالسندران داوينا بالكبريت داوينا بلانكري خدمنا في المونتاج ديال السيارات اللعيبات كاملين ولكن الحمد لله فهمتي كونا راسنا براسنا طبنا بيرميات كاملين عندنا فورماسيون دي ماتيير دو ترونسبور دون جو ديال لا ديال انترناسيونال وكارت بروفيسيونيل وبلاد نبدا بشويه بشويه الحمد لله اول خدمه ليا فرحت لامي ما مسكينه ليش والله راه ضروري اصاحبي كنت ديزن ويا من الكنز كنت ديزن ويا من واحد القيصريه وكنشاف واحد السلسله وتسقطات فيها وقلت لنا هاد الخدمه نهار نشريها ليها ضروري الحمد لله فهمتي الربح من الوالدين وخسر من الوالدين والله وصليتي في الوقت الخسران كل خطوه كتمشي ربي غيسهل فريمون والله القاسم خويا ونتمنى من الله ما يحشمناش ونتمنى من الله فهمتي الناس اللي طالعه بيا انت كتجلس بزاف تما ولا كتعيش اكثريه كتمشي وتجي عندي سيمانه تما سيمانه في المغرب سيمانه اوروبا سيمانه مستقر تما لا مستقر انا مع المايا في كازا تمناش انت دير في لوكال لا ما عندناش لوكال عندنا دوك الكوشات تبارك الله شي ماتيريال تنقطعوا فهمتي نرموا كاع عند الكليان نمشي نديو تراكشن نشوف واش من درس ولا نديو ولا شويه ما بقاش من داك الستريس ديال الخدمه راك عارف مزيان مزيان تكون ناعس انا هو التجربه عندي غندير بحال هكا غادي نتلاقى مع شي فانز ديالي وغنمشي نقلب عليه اما نقول لكمش الخوت عرفتي راه تلفت في الدور ما عرفتش ندوز ولكن داز الحمد لله كل شيء ووصلنا عند الاخ وشفناه الله يكبر فيك خويا الياس فرحنا فرحنا من شفناك والله عزيز وغالي والله القاسم انت راك عندي عزيز والله القاسم عندي عزيز وغالي ونحب ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله نفضل من الله سبحانه وتعالى انا يلاه اول مره باش بديت كنتلاقى مع الناس انا في الاول ما كنتش زعما ما عرفتش كيفاش الناس كانت غتعامل معايا ما عرفتش كيفاش غادي تشوفني تبارك الله جان شوف ولكن فاش خرجت للشارع وتلاقيت الناس عاد حسيت براسي فعلا برافو عليك برافو عليك حتى شي صراحه الهضره اللي تكون خارجه من القلب باش تكون واصله وصلت الحمد لله شي رايه انت بتي هذا وصلت الحمد لله نتمنوا الله ان شاء الله يبارك الله بساعه الحمد لله الحمد لله عندك شي انتقاد اخويا قول لي شي حاجه ما عجبكش والله ما كاينش انا على الناس اللي غينتقدوني ولكن ينتقدوني باش يفيدوني ماشي باش يخلوني نبدل شي حاجه فيا خايبه فريمون ولكن مرات كنتعرض لشي انتقاد اللي هو ما عنده حتى معنى بالعكس هذاك الانتقاد فهمتي ماشي يكون من الاعداء الناجح بعد هذه اول حاجه ثاني حاجه الطريقه باش كتعاود فريمون مغربي شويه واخا كتجي مغربي لا بالعكس تيشوفوا دري زوين مؤدب تيهضر زوين تيقول واقيلا هذا راه كيكتب حيت دابا هادشي الاولى دابا في هذا الوقت اخويا الياس كتعامل زوين تيستعملوا ديك المعامله ديك في الضعف
ولا كاين هذا الشيش ما تيتعاملي بحال هكا والا هو فهمتيني مدعوق ولا فهمتيني ولا هادي ولا وانت التراب ديالك برافو عليك كبرتي في واحد المحيط اللي كتعطيك الصغير وكبير وقتها يقدر دابا يجي عندك دري عنده عام عنده والو بس ما بحالي صح الله يرحم لك اقسم بالله العظيم ما نشوفش وهادشي اللي كنا كنشوفو في الرجال حنا الحمد لله اللي كبرنا معاهم فهمتيني هكا مع كلشي خدينا منهم التجربه حتى هما فهمتيني واش اصلا الطريقه باش كتعاود الطريقه فريم وعايش في هذيك اللحظه بحال كترجع بك الوقت لهذيك الساعه وبعد في هذيك الوقيته وهذيك الزمان علاش لان هذوك انا نقول الكونسيبت ديالي شحال واحد ما بغاش يفهم بان داك الشيء اللي تعاود يعني راه كان ضارني باش عاود يعني كنت مؤلم انا الداخل حيت داك الشيء اذاني بزاف في حياتي فاش عاودته يعني خرجته فاش خرجته راه انا داويت منه يعني انا نسيته علاش ما بقيتش كنتفكر قاش بدل داك الشيء خايب بالزوين بالزوين ولا فهمتيني التعاطف ديال الناس برافو عليك وفي نفس الوقت الناس تعاطفوا معايا بزاف شي كاين النصيحه اللي بنادم يقدر يدمر عليها حياته اولا دابا كيسمعها في يوتيوب الحمد لله كنسمع كنشوف لي كومونتير الناس بزاف كيستافدوا من الكونسيبت وبزاف الناس قالوا لي بدلنا حياتنا بسبب الفعاليات زعما اقسم بالله كيألمني داك الشيء وكنحس براسي فعلا الحمد لله اللي مازال زعما الصراحه باقيين تيشوفوا ديك الطريق بانها حلم وبانهم يقدروا يوصلوا بها راه اكبر غلط هو الانسان يتبع طريق الحرام ويقول راه غنوصل بها راه ما عمرك توصل الا ما بديتيش من الزيرو كي بديت انا وكيبدا الاخ راك ما غاتمشيش لقدام يلا الخوت مازال غتشوفوا معنا القطاس اخرين في هذا الفيديو تبارك الله عليكم هذه الساعه السلام عليكم خوت رجعنا لكم عاوتاني جلسنا دردشنا شويه تعرفنا على الشباب الصراحه اقسم بالله التجربه زوينه انك تلقى مع لي فانس ديالك شوفوا ضاربين طريق مساكن وغيحبسوا في قنيطره عندهم تقريبا الماكسيموم ساعه وجينا وتسابقنا مع الوقت وتلاقينا الحمد لله وداز بقي زوين الصراحه الحمد لله فهمتيني حاج الله قضاء الله الحمد لله هذا افضل من الدعاء والله الا انا فرحت اقسم بالله صديق ما قال لنا حتى شي حاجه اخويا ساكت من قبيله اخويا كيفاش اخي سلاو صعب راه عندي العداوه مع السلاوين اصاحبي كيفاش دابا اخي هاد القديري ما فهمتش انايا تيقول لي عندي العداوه مع السلاوين والله الا بلاكس والله عزازين عليا قسما بالله السلاوين والله تاع عزازين عليا بعض المرات انا كنقول شي حاجه ما كنقصدش يعني كنقول راه عندي خلاف كيتخذ ضدي يعني كيقول هذا واقيلا راه كيدق واقيلا هذا راه تيقول شي كلمه ماشي وانا بالعكس تماما اقسم بالله عندي اغلبيه ديال لي فانز ديالي انا في سلا وكيهضروا معايا وكونتاكت معايا وعندي معاهم علاقه زوينه بزاف علاش لانهم قرابين مني لاش كيفهموني مزيان قليل الله يهديهم وصافي ما عندنا ما نديرو هو تاع عزيز هو راه ولد البلاد خبزو برات تا هو سلاب ما تراه تيقتلني بالضحك فاش نعت ليا هو قبيله والله الا انا قنيطري وما عرفتش شنو وصل لعندو بخير بخير كلشي عزيز هو والله ما عندي ما يتسالك اخي عزيز الله يحفظك اخي عزيز شنو عفنا ياك عشرنا لون صفر ولون احمر ولون شنو قول اخي عزيز ان شاء الله شي فوياج لالمانيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا سلا ان شاء الله باذن الله كلشي قريب عند الله نديرو علاش لا والله شرف ليا صاحبي انا الخرجه معاكم راه نزاهه والله الا راه نزاهه بالله هاد العام هذا خلاو صحاب الجاليه بلاصو مال فيدي ما كنزحموا معاهم في الباطو بابا بابا مامي مامي نعم ساكن الجاليه تاعهم والله الا توحشنا صاحبي انت ديك الدخله ديال الفاكونس مي تيجيو المغرب وكتعمر الدنيا وتيولي واحد الرواز زوين كيولي واحد لومبيون زوين يعني تحرمنا هاد العام والله يفك حالنا والله يرفع علينا يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين حنا راه زادونا شهر ديال حادث الطوارئ هذا هو المشكل مازال القضيه عندنا شويه مازمه هاد العام ما غاديش نشوفوا راه بحال الاول العيد الكبير ما عرفتش شنو واش كاين غيكون العيد الكبير غيكون ان شاء الله غيذبحوا الناس سمعنا بان مورا العيد الكبير عاوتاني غادي يصير حيت كلهم شنو كيقول هاد السوشيال ميديا ما تيبقاوش يقولوا لنا شي حاجه صحيحه شي 1000% ماشي 100% راه ما يحملكش بنادم ما يحملكش انا وياك دابا انت صاحبي نكون انا احسن منك في شي حوايج غتكرهني واخا انت صاحبي مشى لك بصح 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 الا تبدلتي عليا كنولي نكره علاش غير غيره كتخرج بوحدها كتخرج بوحدها الغيره مزيانه انا هذه وقعت لي انا مع صحابي وقعت لي مع صحابي كتحس بهم انهم تبدلوا معك بمجرد انك انت كتبدل حياتك راه هذا هو المشكل ما فهمتش علاش تخرج من ديك القوقعه وما يبغوكش تخرج من ديك الدوامه اللي انت فيها خصك تدور ديما معاهم لي 20 نهار 2 وهذا اكبر غلط هذا هو اكبر غلط كنديرو هو اننا كنتاثروا يعني دابا المشكل ديالنا هو اننا صحاب اللي كنكونوا معاهم ما كيدفعوناش الحاجه الزوينه بالنسبه لي انا صاحبي كيدير شي حاجه كنمشي معاه ديك الحاجه اللي تيبغي هو وانا ما عارفش بانني راه هكاك تنخرج على راسي هذا هو التاثير اللي كنت كنهضر عليه ديما انا بان انا نجلس بيني وبين راسي ونقول انا ما باغيش ندير هاد واخا نجلس قدام كلشي وما غندير حتى حاجه مع حتى شي واحد علاش حيت صافي هذاك القرار ديالي خديته ولكن حنا لا تنجلسوا كنبداو نتاثروا دغيا كنبداو نمشيو مع بنادم اي حاجه قال لنا كنمشيو فيها وكنصدقوا مصيدين تبارك الله عليك اخي الياس كاين واحد النوع اخويا الياس اللي كتمشي له بالضغمه لفمك وتيمشي لك بالعود ديالو افكتيفمون يعني بنادم نفسه خبيشه يعني احسن قاعده يطبقها ودابا علاش حنايا علاش حنا كنبقاو نوجهوا واحد لي ميساج في الكونسيبت ديالنا
راه فريمون هذوك الناس هما اللي خصهم يتصنتوا على الفيديوهات. الناس النقيين والناس اللي عايشين حياتهم واللي كيكونوا حياتهم واللي عاشوا تجارب كيستافدوا من المعلومات اللي كتعطيهم في القصص ديالك. ولكن هذوك الناس اللي عندهم داك الشر الداخل لان هذوك ما اللي بغينا نقيسهم، لان هذاك هو الغرض من هذوك الناس. علاش؟ لان الا تبدلوا هذوك الناس ما كنبقاوش نتاداو حنا وتيوليو بحالنا هذوك الناس. شو دابا اوروبا، نعطيك واحد المثال، اوروبا دابا شو الشرابي ديال الدراري الصغار كيف دايره، تيحطوا العشاء تيحطوا قريعه الشراب تيحطوا في شي قريعه المناضل تياكلوا تيخويو كاس 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 من قريعه ديال الشراب تيخويو فهمتيني على الطابله كامله. الدري الصغير تيشرب هذاك الكاس كيجي مر كيخوي له كوكا كتجي حلوه اوتوماتيكمون فاش كتحط بلا ما كيبقاش يعاود يقرب ليه الكوكا. شو الطرابي كي دايره فهمتيني؟ حنا شي حاجه الوعي هذاك الوعي انا هما تيوعيوهم كيوعيو ولادهم من صغرهم كيفاش يعيشوا كيفاش يتمشاو كيفاش ياكلوا كيفاش يهضروا كيفاش يردوا البال كيفاش يهضروا مع الناس. حنا مالوغوزمون راه ما عندناش هاد الشيء، حنا راه كيقريونا التاريخ والجغرافيه وشكون استعمرنا وشكون صافي حتى هنايا شي حاجه اخرى يقلب شي لا لا ثقافه الحياه ما كايناش يعني ما كتقراش مالوغوزمون عندنا في المغرب. داكشي علاش حنا شويه قلت الوعي عندنا في واحد النسبه ديال المغاربه كاينه نسبه الوعي قليله. ما لا الحمد لله شي حنا راه اقسم بالله مقارنه مع دول اخرى الى الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولكن راه غير الوعي راه الانسان الى وعى يعني ما غيبقاش يعيش في هذه العشوائيه اللي كنشوفوا دابا. ديباني بالنعاله بما جاب الله الصبار ضروري كنطيحوا لا والو حنا كنحملوا مسؤوليه البلاد الدوله كل شيء ما مزيانش كل شيء. لا خصني نجتهد انا خصني نضرب تماره خصني نحرق عليها تانا الله يرحمك باش الدوله بعدا تشوفك كدير واحد المجهود كتعاونك حتى هي وانت جالس وكتنتقد في كل شيء وما باغي دير حتى حاجه في حياتك راه ما يمكنش. راه هذا هو المشكل. أي كبرت أي كبر ويدير 34 عام ويقول دارنا ما بغاو يديروا معايا لا لا ما بغاو يديروا لنا والو الدولة ما دارتش لي ولا لا والو لا نخرج اخويا 8 الصباح نخرج ندق البيبان اخويا نفسي بهنا ونفسي بهنا ونطلب هنا ونطلب هنا ونخدم. راه شنو ديك أول صالير كتشدوا له وبالحلال رحت به المهم أنا أول صالير عرفتي قداش جات يا سلام والله القاسم وشي كامل خوشي الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين اكيد اكيد والله القاسم ان شاء الله في المهم شك ان شاء الله في الكبار ربيت الله ربيت الله ربيت الله تخسرها هنا في ديالك الله هنا. حنا اصلا تنمشيو فوق 8 كيلو ديال البرد يعني بلاد ولادي في ظل الله والله القاسم اخويا الياس والله في ظل الله ما ترجعش كل سيمانه كتسمع شي فورمات شي فورمات الله يستر والطريقه اخويا صعيبه تيقول لك الله ينسجي كيمسم الحديد هذيك صعيبه بزاف بنادم يدير الخير في الطريق يلقى ما يدير غير يدير ينقى فهمتيني شي ميساج يوصلوا للواحد حتى حنا راه بدينا ازيرو فهمتيني ماشي شي واحد اللي دوز لي بيرميات دوز بيرميات ما عندي ما يتسالك ما عندي ما يتسالك ما عندي ما يتسالك والله الا برافو بالله لا والله وفزتو في هاد اللاج يعني راه سي با فاسيل باش في هاد اللاج وتكون انت كومبيتون باش انك تسوق موك فيه سلعه وتشد به الطريق وتجول به من بلاد لبلاد راه ما ساهلاش ما ساهلاش. حتى دابا حنا شحال فاش كنا صغار كنسمعوا شي فورد الرموك كنشوفوا راجل كبير وعنده كارج وكذا هذا هو المشكل. دابا ملي كتشوف دري جون وشاد الرموك وصايك وشاد الطريق تتقول واو يعني كتجيك غريبه يعني هكاك. حنا كبرنا فاش كنا صغار كنعرفوا الرموكات كيسوقوهم غير الناس كبار يعني هذاك اللي كيكون با شي فور ديال شي رموك كنعرفوا غيكون صحيح وعنده الكارج المستشفى المغربي ما تخلوش كارج تكبر ايه معكوز انا خويا راه لونطريمون شويه ضروري 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 لا ماكس لونطريمون ما تعكسش ما تخليش السوق انا يعكسك مزيان ما عندي ما يتسال ولكن راك عارف الحرفه. انا كنت حبست لونطريمون شحال هذه ولكن دابا الحمد لله عاد رجعت دابا تندير الامامة ان شاء الله تنتحرك شي شويه وكذا وغادي حيدوا الكريشه حيدوا الكريشه شويه شي تحيده تتقال هي اللي خارجه عليا وهي اللي متقلاني راه كتقدرني في رجليه كتسخفني راه اقسم بالله الا كيبقى فيا حتى نقول لونترينور ديالي تنقول له ها انت شوف دابا انا راه عندي الجهد باش ندير كلشي ولكن راه ملي تنبدا نجري كيبقاو يضروني هاد لي مولي هادو. علاش؟ لان الثقل اللي عندي الفوق ما تنقدرش نهزو. فرام قول لي يا خي الياس غضرب شهر ديال لونترينمون تنقص الماكله ديال الليل غترجع انسان طبيعي وغتولي تحكم في لوكور ديالك وانا هادي علاش دخلت لاصال باش نولي نتحكم في لوكور ديالي باش من ندير الكاسكاد ما يبقاوش يضحكوا عليا في الافلام غنبقى نقز لهم في الشجر ونبقى نتلاح عليهم في اكبر تحدي هو هذا. انت دابا باش تكون عندك في صاله بحال هكا وتحاول تبدلها لواحد لوكور اخر واحد راه غادي معاه حتى هي انا كنحاول الحاجه اللي ركزت فيها كنحاول نخدم عليها. ما فيش يبان لك بنادم بان عنده العزيمه ندير اي حاجه بغى يوصلها راه غادي يوصلها. انا غادي خدام عليها راه كانت تقريبا فيا شي 120 كيلو دابا راه 118 116 كنهبط كل تقريبا كل سيمانه كنهبط 500 كيلو على حاجه بس باقي تناكل شويه غاسك تشوك باقي كناكل متخبيه فهمتيني. خلون ترينور تيقول لي جوا راسك الياس نقول له غنحاول تيقول لي انا عارف ديك غنحاول ديالك تيقول لي نعطيك نهار في السيمانه كل فيه اللي بغيتي ولكن نهار نهار ديال لونطريمون ما نشوفكش واكل جاي شبعان يعني بقى جايع وراه غترتاح لي غتبقى تكثر الماء نور الحامض تجيب الليل شحفان وهذا كتحط لك العصير كتوجد لك كلشي
كنت تقع ما دير انا كنت تقع ما دير اللهم هذه مني معايا ربي اللهم هذه مني وساعه سعيده فاش شفناك الحمد لله يا رب ان شاء الله خير يا ربي ونبركوا العواشر بهذه المناسبه عواشر مبروكه الاخوان ديالنا المغاربه وتحيه الجاليه المغربيه تنبغيكم بزاف وزيدوا تابعونا الخوت وتبارك الله عليكم يلا طريق السلامه ساعه سعيده الله لي فراسك بزاف وطريق السلامه ان شاء الله يا ربي الله يسهل عليك الله يسهل عليك يا رب احسن ملاقيه والله الله يسهل عليك اخويا عزيز عزيز خويا الياس سلاوي مازال ان شاء الله غنركبوا في المرسيدس انا وياك وغنركبوا حتى في هانيت في الباصات مرحبا خويا ضروري ضروري